بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معكم إبراهيم محمود مرسي، مرحبا بكم مرة أخرى. النهاردة هنتعلم إزاي نعمل ساعة في برنامج الميكروسوفت أكسس. لما نفتح الفورم كده، في الفورم هنلاقي إن فيه ساعة تايمر، ماشي، مرتبط بالساعة بتاعت الجهاز. إزاي نعمل الكلام ده؟ انا هدخل على الفورم دهوت وهشيل الساعة ديت وهنبدأ نصممها مع بعض من الاول خالص. خلاص كده انا معايا الفورم بتاعي اهوت، وهبدأ اصمم الساعة. هضيف ليبل. طبعا الساعة لها اكتر من طريقة، دي انا يعني مختار ايسر الطرق واسهلها. الليبل دهوت انا هاسميه وليكن SS، وهعمل له التنسيقات بتاعته. بولد واخليه في المنتصف واكبر الخط شوية، وممكن اعمل له ايتاليك. انا عندي الليبل ده اسمه اغيره هو كمان، اخليه SS او اي اسم يعني، بس المهم اكون عارف الاسم بتاعه. هو كده اسمه دبل اس. هروح على الفور، انا في وضع التصميم، هروح على النموذج وهروح على حدث، وفي الفاصل الزمني لعداد الوقت هخليه 1000. هو المفروض ان هو الديفولت بتاعه 0، هخليه 1000 ماشي، او 500 شغال، او 100 ماشي. المهم ان انا اعمل له فاصل زمني، لانه هيغير كل كام. الالف دي اللي هو 1000 جزء من الثانية، اللي هو ثانية. الالف دي تعبر عن الثانية الواحدة. يعني انت لو عملت له الفصل الزمني 1، المفروض ان هو هيغير كل جزء من 1000 من الثانية، ولكن انا طبعا هخليه يغير كل ثانية، يعني كل 1000 جزء من الثانية. عند عداد الوقت هكتب الكود البسيط خالص دهوت، منشئ التعليمات البرمجية اللي هو الفي بي اي، وهكتب الكود التالي. هكتب اسم الليبل اللي هو ss.caption، يعني القناع بتاعه او شكله ايه. الفورم بتاعي الكود طبعا كان عندي قوس غلط فشلته. اقفل، نقفل النموذج ده ونفتحه تاني. زي ما حضرتك شايف كده الساعة اشتغلت معايا تمام. الكود هكتبه لك في اول تعليق تحت الفيديو. ان شاء الله الفيديو القادم هنعمل ازرار تنقل مميزة جدا، ماشي، ازرار تنقل التالي والسابق والاول والاخير وحفظ وجديد واغلاق الفورم واغلاق قاعدة البيانات بالكامل. كنت معكم ابراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.